شو أهم توقعات الفلك لمواليد الجوزاء بالأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني جانوري يناير 2023؟ عزيزي مولود الجوزاء، يمكن يطرأ اللامتوقع ابتداء من يوم الاثنين 16، يعني أول هالأسبوع، ويسهل قدامك بعض النشاطات هاللامتوقع رح يكون لمصلحتك، بس حاذر من التشكيك أو التعبير عن هواجس لإلك بهالوقت، خاصة بين الثلاثة والخميس، بين الثلاثة 17 والخميس 19. يعني ما تعترض على بعض المسارات العامة واللي بتفرض نفسها بهالوقت، يمكن يحصل ما هو مثير للاهتمام وحتى لردات فعل كبيرة حولك. أنت حاول أنك تضلك متكتم. يمكن يتخذ بهالوقت قرار على مستوى مهني أو عائلي أو حتى على المستوى العام، يعني حكومي، بيعاكس رغباتك. حاول أنك تهادن وتلجأ للدبلوماسية في التعاطي مع هالتطورات. الدبلوماسية في بعض الأحيان بتعني تخفي اللي أنت عم بتفكر فيه، بس ما تكذب، ما تقول العكس. إذا كانت الخلافات ما بتعنيك فما تتدخل فيها وما تعطي رأيك، أو تحاول بهالوقت أنه تلاقي أرضية، لازم تحاول تلاقي أرضية للتفاهم وتقريب وجهات النظر. عملك ساعتها بيكون مثمر جدا وتستفيد من يلي عم بيصير. بهالأثناء يمكن تتبدل أجواء عامة أو يحصل شيء على المستوى العام يأثر عليك، إنما أنت معنوياتك بتضل جيدة، حتى أنه صحتك بتتحسن مع هيك أجواء فلكية، أو صحتك أو صحة شخص تهتم فيه إذا عانى من بعض التراجع. بعدين فيك تراهن على الأسبوع الأخير أو على يوم الأحد، لأنك بتكون حاسس بأجواء جيدة وبتجتمع بأفرقاء بيعطوك معلومات أو بيزودوك بشهادة مهمة عنك بهالأثناء، بخبرك عنها بالأسبوع الجاي.